الكفوف هذا. اهلا وسهلا فيكم من جديد بمطبخ رؤيا. انضمت لنا اخصائيه التغذيه رند الديسي، ومثل ما بتعرفوا كل يوم عم نحكي عن موضوع جديد بالتغذيه وبالصحه، ولكن اليوم قررنا انه يكون في شيء جديد. واليوم اول شيء صباح الخير رند. صباح الورد، كيف حالك؟ الحمد لله، وانت كيفك؟ تمام الحمد لله. رند وايمان اليوم رح يعملوا لنا الطحينيه او حلاوه الطحينيه، وهي واحده برضه من الاكلات اللي بحس دائما بيكثر استهلاكها فصل الشتاء. صح، هيك بلشت اجواء الشتاء وبلشت السعرات الحراريه اللي رح نستهلكها ممكن ترتفع، ولكن برضه رح نحكي عن فوائد حلاوه الطحينيه. ما رح نحكي انه صح ناكلها كثير، ولكن فيها فوائد غذائيه ممكن احنا ما نكون عارفين فيها. صح. اول شيء قبل ما اسعد صباحك. صباح الخير. صباح الورد. صباحك حبيبي. تمام الحمد لله. كنت قبل ما نبلش وتعملوا لنا انت وايمان الحلاوه، خلينا نحكي على السريع عن ايش هي فوائدها. اوكي، هلا شوفي، الحلاوه مثل ما حكيتي هي من الاغذيه اللي بصيروا كثير اشخاص يحبوها بفصل الشتاء، لانه هي بتدفي، وخصوصا انها فيها نسب عاليه من السمسم. السمسم احد الزيوت المفيده كثير للجسم، فيه دهون غير مشبعه، فهي الدهون تعطيني طاقه سريعه الاستخدام، فبنفس الوقت انا بقدر اخلي جسمي دافي وعم باخذ إشي صحي. هلا السمسم له فوائد كثير عديده، اهمها انه هو بيساعد الجهاز الهضمي على انه يعمل فوائده بالطريقه الصحيحه، او يعمل الفانكشنز تبعيته بالطريقه الصحيحه. بيساعد انه بيعطيني نسب كثير عاليه من الفيتامينات المعادن، عم نحكي عن الحديد، عم نحكي عن زنك، عن مغنيسيوم، فيه نسب كثير عاليه. ما ننسى انه كمان بخلص الاشخاص اللي بيعانوا للاسف من الامساك، بنتخلص منه عن طريق استهلاك الحلاوه اللي فيها نسب عاليه من السمسم. اكيد كمان ما ننسى انه المرأة المرضعة بساعدها على در الحليب. صحيح احنا كنا دائما نسمع انه كلي حلاوي كلي حلاوي، اكيد هذا الموضوع صحيح، بس كمان مش بالكميات طبعاً اللي كنا نطعميها لا طبعا المرأة الحامل، يعني يطعموها علبة عشان تقدر ترضع طفلها، مش هذا الحل. اوكي، اكيد طبعا بيعطينا طاقة كتير عالية بفصل الشتاء، وانه بيخلينا نقدر انه نحن نستخدم طاقة جسمنا بطريقة اسهل. فبنشوف له كتير فوائد غذائية، وبنفس الوقت الأشخاص اللي حابين إنهم يستفيدوا منه بأكبر شكل ممكن، لازم نحنا نحاول قد ما بنقدر، والأم تحاول قد ما بتقدر إنه نحنا نحضره بالبيت. تمام. عشان هيك أنا وشاف إيمان اليوم رح نحضر حلاوة معك. أنا بستنى فيك. يلا. أوكي. بعدين اليوم أنتي لابسة زي القمر هيك، ما عملتلك شيء، ما عملنا شيء فيه لا قلي ولا فيه شو اسمه ريحة، هذيك اليوم مرة روحت ريحة بصل. لما عملنا باربيكيو صوص. لما عملنا باربيكيو صوص غير شكل ضليتي. يلا. تمام. أنا بوقف عندك هون. أهلا وسهلا. شوفي يا ستي، إشي كتير سهل. طب شو رايكم نعطي المقادير للحلاوه الطحينيه؟ تمام، نورجيها للمشاهدين عشان يقدروا هم كمان يحضروها. اوكي، تحبي انت برضه؟ هي مكونات سهلة. جدا سهله وقليله، وعلى الاغلب بتكون متوفره بكل منزل، فما راح يكون انا حفظتهم احكيهم. يلا بدنا 2 كوب حليب باودر، باودرد ميلك، حليب بودره. تمام. وكوب سكر بودره وطحينيه وشويه هيل وفستق حلبي. اذا بدنا نعملها على شوكليت بنحط لها شويه كاكاو. بنسالك قديش مسموح لنا نحط كاكاو؟ يوم الصبح بدنيا الدنيا حكينا عن الشوكولاته وعن الكاكاو قديش هو مفيد صراحه، سو ممكن نحطه كثير. حتى بالمغرب اي ثينك بسموها الهرش، هي نفسها الحلاوه. حلاوه. يس. تمام. طيب ومشاهدينا اكيد الوصفه للحلاوه موجوده قدامكم على الشاشه حاليا، لتقدروا انكم تكتبوا المكونات اللي موجودة فيها، اللي هم كوبين حليب بودرة، كوب سكر ناعم، وعنا كوب ونصف من الحلاوة من الطحينية، وكمان عنا شوية هيل، بنحط شوية هيل وفستق حلبي وكاكاو إذا حسب الرغبة. طبعا الفستق حلبي ممكن يتغير بأي صحيح، بكاشيو، بنقدر نحط لوز، نحن حرين بنقدر نحط اللي بدنا إياه. تمام، خلينا نبلش، بس بدي أخذ شوي من الحليب عشان أضيفه هذا. اوكي، هلا بنحط الحليب وبنحط السكر الناعم. هلا انا بس بدي تقولي لي مثلا قد ايه انه احسن نعملها بالبيت. هلا انا عملتها من قبل على الهواء، بس لانه بدي انت تحكي للمشاهدين قد ايه هي مهمه. اوكي، هلا الفكره واللي بعد ريسيرش كنت عم بطلع هذيك اليوم انه شو الاشياء الموجوده بالحلاوه اللي نحن بنشتريها من السوق. للاسف بنشوف انه فيه نسب كثير عاليه من الترانس فات او الزيوت المهدرجه، لانه بالعاده لما هم عم يستخدموا زيت نباتي بنشفوه او بجمدوه او بيعملوا له هيدروجينيشن، اللي هي اضافه الهيدروجين له لحتى يصير صلب ويبطل سائل وتصير الطحينيه ماسكه. فبنشوف انه فيه نسب ترانس فات كثير عاليه، اما اللي نحن بنعمله بالبيت ما فيه اي زيوت متحوله او دهون متحوله، فبنشوف انه هو كثير افضل كمان لاطفالي. لما نحن عم نحاول نعطيه شيء حلو وشيء
صحي عم نعطيه طحينيه، فنحن بنلاقي انه فيه فائده غذائيه اكبر. عارفين ايش فيه ونحن بالضبط. الكورن سيرب طبعا الموجود بكل هديك الماكولات طبعا نحن بنستغني عنه هون، لانه نحن ما عم نستخدم الكورن سيرب، عم نستخدم السكر العادي. طبعا كمنتج كتير أفضل إن إحنا نعمله بالبيت، لأنه للأسف إذا هاي نفس المكونات بدهم يستخدموها الشركات رح يطلع سعره كتير غالي. بقدروش طبعاً. بالضبط. فيعني بالبيت نحنا يمكن الأم دائماً تهتم أكتر، بتهتم للكواليتي الموجودة بالأكل أكتر من يعني لما نشتري إشي محضر من قبل. طبعاً. وطبعاً بيكون فيه بالم أويل أو اللي هو زيت النخل كمان المهدرج. فننتبه من هاي الشغلة، وإنه كل هاي الأشياء المكونات نحنا ما بنضيفها بالبيت. ممتاز. طيب رند، احنا لما نحكي عن الطحينية او حلاوة الطحينية اللي عم نقدمها بالبيت او نعملها بالبيت، هل في لها عمر معين وبعديها مش لازم ناكلها؟ لا، هلا هاي بتقدر نحن نخليها بالثلاجة وما بصير لها ولا إشي، لانه السكر اللي فيها كتير عالي. اللي انا بشتريها من السوق بقدر اخليها برا الثلاجة، وكمان ما رح يصير لها إشي لانه ما فيها حليب. هلا هون نحن حطينا حليب، وهذا الإشي المكون الاساسي بالضبط اللي عم بخليها تكون ذات خطورة عالية او هاي ريسك فود، بس اللي نحن بنشتريها من السوق ما فيها حليب. كمان للاشخاص اللي بصوموا مثلا بالديانة المسيحية، اللي بصوموا طبعا يمكن هاي ما تناسبهم كثير لانه فيها حليب، اما اللي نحن بنشتريها من السوق ما فيها حليب، بيقدر يستخدموها هم بالصيام. تمام. هلا حطينا، بس عشان يعرفوا المشاهدين، حطينا هيل وحطينا شو اسمه فستق حلبي جوا، واللي بحب يحط كاشيو بحب يحطها ساده. وهلا بدنا نخلطها ونعجنها عشان تصير حلاوه. بس ادوقك قد ايه اسكى، كانك اسكى من حتى جد يعني، انا يسامحوني المصانع بس اسكى من اسكى من اللي بالسوق. دوقي لين حلاوه حلاوه جاهي. خدي الشقه، عن جد كثير زاكي. هلا تمام، هلا بنعجنها وبدنا نحطها بعلبه بلاستيك، بحاويه طعام بلاستيك او شيء عشان نخليها تجمد. طبعا على فكره حتى الاشخاص اللي هلا عم بتعاني من السعلم، لانه هلا نحن عم نفوت على موسم الشتاء، بنشوف انه كل حدا رح يرشح ورح يفلوز ورح يصير يسعل. كمان على فكره كثير زيت السمسم والحلاوه بتساعد. بساعد، بقدر اساعدك. لا بس بدي تقولي لي هلا قديش بنسمح لي احط كاكاو؟ بدي اقسمها نصين. اوكي. واحط كاكاو على نص. اوكي. اوكي. هلا بدي تقولي لي قديش مسموح لي احط كاكاو؟ من جهه سعرات حراريه نحن ما عندنا مشكله، لانه الكاكاو ما فيه كثير سعرات حراريه. تمام، يعني ممكن ناخذ راحتنا. 3 معالق طعام بس. خلص تمام، عشان بدنا نعمل نصها. هلا بنحط فستق حلبي بالقاعده، هلا بدي اورجيكي نكبسها بهي الطريقه، وهلا بورجيكي الجاهزه. اوكي. ممتاز. و الهيل اللي احنا حطيناه فيه على فكره اعطي طعم كثير زاكي. صح، كثير زاكي. ايش هي فوائد الهيل رند؟ طبعا الهيل هو بالعاده يعني من احد المطيبات اللي بتنحط على الاكل عشان تعطيه طعم اكثر من انه فائده غذائيه. ولكن اكيد هو طبعا مثل كل البهارات او كل السبايسز بيحتوي على مكونات غنيه مثل الفيتامينز، الفيتامين ب، الفيتامين بي 6 كمان بنسب عاليه، فممكن انه احنا نستخدمه. حلو. تمام. هلا عمن حطينا الكاكاو على جزء من الطحينيه. تمام، ايش سالتيني سوري؟ حطينا برضو شويه كاكاو على جزء. أيوة. من الطحينيه اللي هلا ضفنا لها حليب سائل. لا هاي بتضلها من غير حليب بودره. اوكي تمام. واكيد اذا مشاهدينا عندهم اي سؤال بيقدروا يشاركونا فيه. أوكي. وايمان رح تقدر انها تساعدكم وتجاوبكم الجواب. نعم. سؤال هلا فضل. اذا حطيت انا حليب باودر قليل الدسم بصير طبعا بيمسك؟ طبعا بيمسك. كثير حلو. هي نحن مش الدهن. أوكي. اللي عم بيمسكها هي الباودر. اوكي. يعني الصراحه اللي بيمسكها هو الطحينيه. كثير حلو. عرفتي كيف؟ هلا هي عملناها زي ما انتم شايفين شوكلت، ووين انا؟ هي شوكلت وبرضه ما احلى. صح صح، شكلها صح. وقديش انه فكره ذكيه اني انا اعطي طفلي طحينيه وبنفس الوقت فيها شوكولاته، واتليست انا عارفه شو المكونات اللي عم بحطها فيها. مزبوط، نكهه كثير لذيذه وشكل كثير لذيذ. بس بتعرفي انا دائما بحب الشيء الاوريجينال اكثر من اللي هاي. هلا طبعا كل حدا وذوقه وكل حد ايش بيحب. بس بتحبيها من غير كاكاو؟ بس انا بحبها من غير. هي بعطي طعمها اكثر، بيكون غني اكثر الطعم. صح مزبوط. تمام، هلا بدي اورجيكم الجاهزه. هلا هي بنحطها بالثلاجه وفي وقت معين لازم تكفي لتجمد؟ ممكن ناكلها طوالي. بتتاكل على طول او انه بنستنى عليها يعني نص ساعه ساعه؟ ما في مشكله.
تمام. ومرة ثانية مشاهدينا بحب أذكر إنه الوصفة اللي قدمنا لكم إياها بحلاوة الطحينية هاي لازم تضلها محطوطة بالثلاجة لأنه فيها حليب وإذا بتنحط برا الثلاجة رح تخرب، فبس نتأكد إنه إذا أنتوا رح تعملوا هاي الوصفة ضلها محطوطة داخل الثلاجة. أو شكلها بشهي تكون جاهزة، بس بدنا ليش بعملها ببلاستيك عشان أقدر أكسرها بسهولة ما تغلبني لا تنزل، بس أظن هاي ما رح تغلبنا. عندنا سكينة بس هيك بنكسرها، بتدخل هواء فبتفتح. هاي برضو تكنيكات مع الشيف إيمان ما بتفتش فيها لحالك بالبيت أبدا. واو واو شو حلوة، كتير حلوة، شو حلو الفكرة كمان. طبعا فكرة إنه نحنا ما اضطرينا إنه يعني بالبيت وطالع شكلها طالع شكلها كأنها هلا حتى بنقدر على فكره نضيف لها قطع بسكوت، في انواع بسكوت معينه بتكون هشه وخفيفه وحتى بنقدر نحطها جنبها، يعني كمان بنقدر ناخذها كنوع من الحلويات كيف مثلا ياخذوا راحه وبسكوت، احنا حلاوه مع بسكوت، حلاوه مع بسكوت بتطلع فكره لذيذه. وبرضه على الفطور بلاقيها بتعطي الطاقه اللي احنا بنحتاجها، وبرضه الحلو السمسم اكيد بيساعد على التركيز، مش احنا صغار كانوا يقولوا لنا الزعتر والزيت بيقوي التركيز؟ صح طلع السمسم هو. شو رايك فيها؟ شو رايك بشكلها؟ بتشهي. هي عملناها بالبيت حلاوه زي ما بدكم، واهم شيء انها بيتيه. رح اضطر. حلو لطيف مرتب تكتك وبرضه سريعه التحضير. انا بتعرفي دائما بضلني احكي لايمان يمكن انت رح تقدري تفهميني اكثر، عشان الاشخاص اللي بيكون عندهم خبره بالمطبخ بيلاقوا كثير سهل انهم يعملوا، بس احنا يعني ما لنا هالخبره الكبيره بالمطبخ، بتحسي انه اي شيء سريع انه اوكي يلا بدي اعمل عشان اخلص اسرع. صح. من احنا هذا الهدف، اكيد الهدف انه دائما بنعمل طبعا ونسهل الموضوع كثير اكثر. رند يعني ثانك يو سو ماتش على وجودك معنا، وشكرا على الافكار اللذيذه اللي دائما بتعطينا اياها. ثانك يو لك. رح نرد نلتقي مع بدايه الاسبوع الجاي ان شاء الله، وكل سبت انا وشاف كمان رح نحضر شيء صحي، فكل رهيب. سبت بتقدروا تشوفوا وصفات صحيه بنفس الوقت قليله بالسعرات الحراريه. ممتاز. نحاول نعمل كل سبت شيء بيتي، شيء هوم ميد، في منه بالسوق بس نحن بنعمله هوم ميد، ونورجي نحكي للناس قديش في فرق بالصحيا والسعرات الحراريه وبشكل عام. وبصراحه يعني انا واحده من الاشخاص اللي ما كنت عارفه انه هالقد رح يكون سهل انه نعمل الحلاوه. صراحه ولا انا ابدا ما كنت عارفه هالقد سهل الموضوع. اوكي هيك نعمل حلاوه. اوكي خلصت. قديش اخذتنا 3 دقائق؟ فعلا كثير سهل كثير بسيط. وبهيك مشاهدينا بتكون رند الدي سي انضمت لنا لليوم وقدمت لنا مساعده شيف ايمان بتحضير الحلاوه. شكرا لك. شكرا لك. شكرا كثير.